بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الكود في البداية خالص، الكود لما نيجي نقراه نبدأ من هنا بمجرد ما أقول له if name equal equal main، تمام. يبدأ ينفذ الآتي. طبعا أول حاجة يبدأ ينفذ إن هو يعمل إيه، يبدأ يكون لي الويندوز بتاعتي أو الشاشة بتاعتي، السكرين اللي هي خاصة بالبرنامج، تمام. أول حاجة طبعا أنا بقول له السايز بتاع السكرين، وبعد كده بحط التايتل، وبعدين بحط الأيقونة بتاعتي، تمام. وببدأ أحط الباك جراوند، وببدأ أعرف الليبل اللي هو في فوق خالص، تمام. وبعد كده ببدأ أحط الفوتو الخاصة بشكل الميكروفون، وبعدين بيبدأ بقى الكود الفعلي من أول هنا من البوتون. البوتون أنا حطيته معمله لينك مع او كوماند بتاعه، هيروح على فانكشن اسمها كاونت، خلاص. طيب بمجرد ما اضغط على البوتون هينفذ الكوماند دي، يروح لمين؟ لكاونت. طيب تعال نشوف كاونت هنا تعمل ايه. دي الفانكشن بتاعت الكاونت، تمام، بتاعت الكاونت، تمام. اول حاجه انا بعرف متغير اسمه كاونتر، يبدا الكاونتر يعد، تمام. الجزء ده بيقول لي اف لو الكاونتر، طول ما الكاونتر اكبر من زيرو، تمام، ابدا عد كم في العد، اول ما توصل لزيرو ابدأ ايه نفذ لي الجزء ده. طب الجزء ده بيبقى فيه ايه بقى؟ الجزء ده عرفت متغير اسمه ماي ريكوردينج، واخدت من او سجلت فيه او خزنت فيه الايه الريتيرن اللي جاي لي من مين، من ريكوردينج دي في فانكشن تاني. طيب اروح على الريكوردينج اشوف نظامها ايه. هنا الريكوردينج بتعمل ايه بالظبط؟ بتعمل عملية تسجيل الصوت وبتخزنه فين، في متغير اسمه ماي ريكوردينج، وبعدين بتستنى شوية، وبعدين بترجع لي في الاخر مين، الماي ريكوردينج. يعني دي في الاخر بترجع لي ايه، بترجع لي الصوت اللي بيتسجل، تمام. يبقى هنا الصوت اللي بيتسجل هخزنه فين، في الداتا دي، وبعدين بعمل حاجه اسمها شيب، وبعدين ببدا ادخله على فانكشن جديده. يبقى الريكوردينج ده بدخله على فانكشن جديده اسمها كريت تيست داتا. كريت تيست داتا دي بتخش على الداتا سيت، تمام. تعال نبص عليها كده اهي. كريت تيست داتا دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل لود فايل اند ميك تيستينج، تعمل عمليه الايه، من عملية التستنج دي بالصوت، خلاص. يبقى أخدنا الصوت اهوت كبارامترز، ودخلناه فين، في التستنج هنا في الآخر، وبعدين في الآخر بيرجع لي إيه، بيرجع لي نتيجة عملية الإيه، عملية التستنج. طيب تعال نكمل. إحنا آخر حاجة وصلنا لها اللي إحنا إيه، بناخد عملية التستنج اللي موجودة في الفانكشن دي، تمام، نتيجة الصوت اللي إحنا سجلناه اللي هو كان موجود قبل كده في دلة الصوت، وأخزناه في المتغير من الـ IMS. الـ IMS ده بقى بقوم اخده كبارامتر فين، في الـ predict. الـ predict function دي ممكن نبص عليها كده، الـ predict function اهي. الـ predict function اخد اتنين بارامتر، البارامتر الاول الـ IMS اللي هو الصوت، ماشي، جوه الصوت اللي احنا شفناه من شوية، مع الموديل، تمام. الموديل بتاعي اللي هو اللي فيه عملية ايه التريننج تمت، خلاص. وبعدين بيخزنني الناتج عملية الـ prediction دي في variable اسمه label. فانا بقول له هنا طبعا نتيجة عمل الصوت اللي جالي مع الموديل اللي انت عمله تريننج قبل كده، هنبدأ نشوف هل هو قال كليك، هل هو قال رايت، هل هو ما اتكلمش، او في حصل عدم تعرف على الصوت. فعن طريق الليبل هبدأ افهم ايه الموضوع ده. لو الليبل جالي بزيرو معناه كده ان مفيش فويس، هيرجع لي نو فويس. لو الليبل بواحد هيجي لي رايت، لو الليبل اتنين هيجي لي ايه كليك. فالفاريبل دي او في الفانكشن دي هترجع لي اما فويس يا اما رايت يا اما كليك. طب تعال نشوف كده تحت بقى في الكود. البريدكت، البريدكت دي هترجع لي ايه، اتفقنا تلات حاجات، يا اما رايت يا اما كليك يا اما نو فويس. بتخزنه فين؟ بتخزنه في فاريبل تاني اهو اسمه بريد، تمام. وانا بقول له اف لو البريد ده برايت، خلاص، اللي هو جاي منين، جاي من الفانكشن دي، اعمل لي الاتي، اللي هو يعمل ايه بقى، هينفذ الكوماند نفسه، بيرفورم كوماند. بيرفورم كوماند ده هياخد كلمة رايت هنا ويروح يعمل حاجة. تعال نروح كده نشوف بيرفورم كوماند دي الفانكشن دي هتعمل ايه بالظبط. بيرفورم كوماند هنا اهي، اخد الكوماند اللي هو جاي اللي هو مين، كليك مثلا، هتقوم تروح لمين، بقول له هنا لو الكوماند اللي جاي لي ده بيساوي كليك، اللي هو كليك فعلا، يروح يعمل الفانكشن دي. يبقى في فانكشن تانية اهي، هتروح لمين، يروح لكليك. فين كليك؟ اهي كليك. هتعمل ايه بقى، تخلي الماوس كليك. دي حاجة اسمها بري ديفايند فانكشن موجودة فعلا في البايثون، من خلالها اقدر ايه استغل ايه الماوس، او اعمل كليك ايه لاوردر، لادي اوردر الماوس ويعمل ايه، يعمل كليك. طيب تعال ننزل تاني نشوف البريدكت، في حالة لو هو مش بقى ايه مش كليك، لا في حالة لو هو رايت،
في حالة لو هو كليك هيعمل كليك ويكتب لي على الشاشة كليك، لو هو رايت نفس الكلام هيروح على الفانكشن اللي فوق بينفذ لي الرايت كوماند وبعدين يقوم كاتب لي على الشاشة رايت كوماند. في حالة ان هو ما تعرفش على الصوت هيقوم كاتب لي في الشاشة والليبل اللي احنا معرفينها من تحت شوية، اللي هو هنا اللي احنا معرفينها تحت هنا اللي هي الليبل دي الليبل ده هيقوم كاتب لي ان هو ايه، ان هو الفويس نوت ايه نوت ريكوجنايز. فده باختصار شديد ايه البرنامج زي ما اتفقنا، مين نحب نقراه او نحب نفهمه نبدا نقراه منين، مش همسكه من اول سطر كده وابدا اقراه. طبعا هنا بعمل امبورت لكل المكتبات اللي محتاجها في البرنامج. طبعا ما بداش اقرا كود كده، لا نبدا نقرا الكود من اول هنا خلاص، ونمشي في تسلسل لحد ما اوصل للفانكشن كاونت، واروح على الفانكشن كاونت وابدا امشي معاها واحده واحده. طبعا إيه لحد ما اوصل ايه يعني ابدا اخش في الريكوردنج واشوف الريكوردنج هتعمل ايه، بعدين الكريت تيست داتا اللي هي داتا سيت اروح اشوفها بتعمل ايه، وبعدين البريدكت اشوفه بيعمل ايه تمام، وبعدين ابدا بقى ايه انفذ بقى اشوف البري فورم كوماند دي. خلاص بعد ما اخدت الكوماند جالها الريتيرن بتاعها يا اما رايت يا اما كليك يا اما فويس، هتعمل ايه هتعمل هكذا، هتروح تعمل كوماند معين وبعدين تعمل برينت على السكرين تمام على الليبل، نفس الكلام الكليك ونفس الكلام هي انه فويس. فبالشكل ده لو احنا قدرنا نفهم يعني نقرا الكود بالشكل ده نقدر نفهمه واي كود باي بالطريقه دي يعني ان شاء الله تمام. فده يعتبر شرح سريع لإيه للكود وتكوينه والفانكشن الموجود اللي احنا بنستخدمه عشان ايه، عشان يعمل موضوع الـ voice recognition والماشين ايه machine learning.